شو هالتخبيص اللي عم بتقوله؟ كتير عم تغلط اليوم، مو شايف غير حق دعاء ونسيان تعب أبوك؟ شو هالمنطقي اللي عم تفكر فيه؟ إذا عرف أبوك باللي عم تعمله بغيابه شو رح يتصرف معك؟ إذا عرف بابا شو اللي رح أعمله أكيد رح يطير من الفرحة. لأنه بيعرف أنه دعاء بتستاهل. ولا تنسي يا أمي أني مستعد أعمل كل شي بتطلبه. وقعت على كل الأوراق. من هلأ مالك الشركة الجديد والوحيد هو دعاء حيدر أختار. يعني صارت الشركة كلها باسم دعاء وكل شي بتملكه دعاء بيملكه حيدر؟ طيب شو مشان ولادي؟ شو رح يطلع لهم هلا؟ شو هذا يا مرت أخي؟ انتو الاثنين عاملين هاي المسرحية كرمال تستولوا على الشركة وتضحكوا علينا. للأسف كل شي صار بالماضي غزل طلع مع حق فيه. روهان عم يخططوا لمؤامرة ضدنا اثنيناتنا، عم يخططوا لياخذوا الثروة تبع عيلتكم لحالهم، ما حدا رح يطلع له شي، لا انت ولا نور ولا كاينات، بس إلهم لحالهم. مبروك دعاء، تستاهليها. عطيتك كل شيء وبقيت وحيد. معقول لهلا ما تقبلي تسامحيني؟ ما بترجعي لي مكاني بقلبك؟ هيك بدك نضل دعاء؟ انا تحملتك طول حياتي بس بكفي. مع السلامة يا حيدر. جنيت ابني؟ شو صاير لك؟ هاي المرة خربت لك كل حياتك وانت جاي تبارك لها؟ بدك اياها تسامحك كمان؟ ليش هالتصرفات؟ قلي شو صاير لعقلك يا حيدر؟ بعد شوي امي هينا. هينا؟ شايفة امي؟ انت عن اي خراب عم تحكي؟
شايفة دعاء ببساطة بتاخد كل شي وبتمشي؟ هاد مجرد عقد بيناتهم، شو الفرق إذا الملك هو حيدر أو دعاء؟ ليش عم بتعقديها؟ أمي؟ بالآخير إذا أنت لبستي الخاتم بهذا الإصبع أو بهذا الإصبع النتيجة واحدة يا هينا، الشركة ما ضاعت وابنك حيدر اليوم اتصرف بطريقة صحيحة. على شو عم بتلمحي أمي؟ هاي الخبيثة سرقت نجاح ابني واسمه كمان وكل شي تعب فيه بس كرمال يأمن له مستقبل محترم. حيدر عم تسمعني؟ حيدر انت منيح؟ ايه انا منيح. غزل ليش صرخت؟ وليش انطفت الأضوية؟ انا رح اطلع شوف القواطع. يلا بسرعة. غزل انتي منيحة؟ شو هذا الصوت اللي طلع؟ ممكن الشاشة انضربة مشان هيك طالعت هالصوت. شو هالحركات هاي غزل؟ ليش هيك هجمتي علي؟